الاقتصاد كده حضور المحاضرات والسكاشن مهم، لان اللي بيتقال في المحاضره والسكشن مش دايما بيبقى مكتوب في الورق. ورق الكورسات مليان غلطات، ذاكر منه بس ما تعتمدش عليه لوحده، يعني لازم ان انت بتذاكر من ورق الكورسات تبص على حاجه تانية معاه، زي الكتاب بتاع الدكتور او الشرح بتاع المعيد او الدكتور، تتاكد ان الدكتور ماشي بنفس طريقه الحل بتاعت المعيد، لان احيانا الدكتور بينقي طريقه والمعيد بينقي طريقه، وفي الحاله دي الدكتور بيتضايق جدا من انك بتحل بطريقه مخالفه لطريقته. احضر للدكتور المعيد المفيد اولا، ما تحطش الغياب اهم اولوياتك، يعني في دكاتره بتاخد غياب وبكل الحضور لها ملوش اي لازمه، وفي دكتور تاني بيدي نفس الماده ودكتور شاطر وكويس، انت ادي اولويه للدكتور الشاطر على الدكتور بتاع الغياب، بس مش معنى كده انك ما تهملش موضوع الغياب خالص. 10